أمم أمثالكم، حقيقة يثبتها القرآن الكريم وتشهد بها وقائع الحياة، أصوات لا يفهمها بنو البشر. ولولا أن قصة هدهد نبي الله سليمان وردت في كتاب الله لربما تعذر على البعض تصديقها. هذا الببغاء باكستاني المنشأ تعلم الكلام تماما كما يعرفه بنو البشر، وهو عندما نطق نطق باسم ربه الذي خلق. خلال 6 أشهر تمكن صاحب الببغاء من تعليمه بضع آيات من الذكر الحكيم، ولأن معلمه باكستاني لا يجيد العربية فإن الطائر تعلم اللكنة أيضا تماما كصاحبه. الأمر لم يقتصر على قراءة القرآن فحسب، فالطائر الموهوب يمنح القبل ويوزع البسمات على زوار المنزل متى ما طرق الباب طارق. اليد التي تعهدته بالتعليم والرعاية مصرة على تعليمه المزيد، ولعل صاحبه لا يكون وحيدا حين يرجو الخالق سبحانه بأن يحفظ هذا الببغاء من أعين الحسان، وأن لا يحرمه ولا محبي الطائر من سماع الصلاة على النبي الكريم.